السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي. النهاردة 5 أكتوبر 2022، أنا جاي حاليا دلوقتي من مدينة بدر وداخل على العاصمة الإدارية الجديدة. أول حاجة بقابلها من اتجاه الشمال في محور الوزارات اللي أنا ماشي عليه، أول حاجة بنقابلها حدائق الشعب اللي على أيدينا الشمال. الحدائق دي هي الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات ومنطقة البنوك ومن اتجاه الجنوب وبين القصر الرئاسي من اتجاه الشمال. يعني هي دلوقتي على ايدينا الشمال القصر الرئاسي، وعلى ايدينا اليمين منطقة البنوك اللي هتبدأ تظهر دلوقتي في الصورة. طبعا منطقة حدائق الشعب بتمتد من المحور اللي احنا ماشيين عليه ده اتجاه منطقة الشرق، وطبعا مساحة كبيرة جدا وفي قلبها منطقة كافيهات ومطاعم و يعني لاندسكيب وحاجات كويسة جدا كنت صورتها اكتر من مرة في المكان. وهيبدأ يظهر دلوقتي كده منطقة البنوك اول حاجة بنقابلها بعد حدائق الشعب مباشرة. طبعا المكان احنا كل ما بنيجي هنا بنلاقي المكان اختلف شكله عن المكان المرة اللي قبلها. ده الميدان الكبير اللي هو تقاطع محور الماسة اللي احنا ماشيين عليه مع محور الوزارات. الميدان ده هم حاليا بدأوا ان هم يشتغلوا فيه بيتطوروا فيه دلوقتي. ان شاء الله الزيارة القادمة هنيجي هنلاقي المكان والشكل اتغير تماما، برضو كل مرة بنيجي هنا المكان شكله بيتغير. ده كده محور قدام حضراتكم محور الوزارات، واللي انا ماشي عليه دلوقتي محور الماسة. على ايدينا الشمال كده منطقة الحي المالي، منطقة المولات الادارية والمولات الموجودة قدام حضراتكم التجارية، كل دي منطقة مولات ومنطقة البنوك. يعني قدام حضراتكم هيبدأ دلوقتي يظهر منطقة البنوك. ده كده في ظهر المول قدام حضراتكم ده كده البنك الاهلي بدأ يظهر اول حاجة بنقابلها، وبعد منه البنك المركزي المصري. طبعا بعد البنك المركزي المصري حديقة كبيرة جدا بتمتد من البنك المركزي المصري لحد بتتوسط منطقة البنوك ومنطقة الوزارات لحد رئاسة مجلس الوزراء. ده كده الميدان اللي قدام البنك المركزي المصري. طبعا كنا جينا المرة اللي فاتت كان شكله مختلف عن المرة دي، كل مرة بنيجي بنلاقي حاجة جديدة، واحنا بنبقى حريصين طبعا ان احنا بنصور كل جديد في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا من اول ما بدأنا العاصمة الإدارية بدأوا فيها شغل، واحنا بنتابع معاكم اول بأول، والناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمة. قدام حضراتكم اللي باللون الأسود ده كده بنك مصر، وبعد منه بنك القاهرة. يعني بنك القاهرة، بنك مصر، بنك المركزي المصري بيتوسطهم، وبعد كده البنك الأهلي. في أكتر من منطقة يكون فيها أكتر من 30 بنك عامل سواء حكومي أو بنوك خاصة يكون في المكان ده كده، وإحنا صورنا أكتر من مرة في المكان، وإن شاء الله هنبقى ناخد جولة كده جوه الحي المالي قريب خالص. هنكمل جولتنا على محور الماسة عشان نشوف منطقة الداون تاون، لأن أكتر من حد من أصدقائنا والمتابعين لقناة المهندسين الوطنيين خارج مصر كانوا كلمونا على لافايت مول وبيراميدز مول اللي قصاد فندق الماسة. ده كده المسار بتاع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة اللي قدام حضراتكم. أول كوبري بيقابلنا ده مسار المونوريل رايح على اتجاه مسجد مصر الكبير، واللي قدام حضراتكم ده دلوقتي في الصورة ده المسار الخاص بالقطار الكهربائي جاي من عند محطة الفنون والثقافة ورايح اتجاه المدينة الأمية. ده كده المرحلة الثانية. بيظهر في الصورة قدام حضراتكم كده لافايت مول علشان أصدقائنا اللي بيتابعنا وطالبين منا المول من كندا. ده كده المول بتاريخ 5 أكتوبر 2022 عشان الناس اللي طالبين مننا المول. وأنا نزلت مخصوص والله النهاردة، ما كانش عندي شغل في العاصمة الإدارية، نزلت النهاردة مخصوص عشان أصور لهم المول. وده كده بيراميدز مول قصاد فندق الماسة مباشرة قدام البوابة الرئيسية لفندق الماسة. بيراميدز مول ولافايت مول الاثنين جنب بعض على طول على الشارع الرئيسي، طبعا ارضي وخمس بيزمنت وارضي وخمس ادوار متكرر للارتفاعات المسموح بيها في الشارع الرئيسي اللي احنا ماشيين عليه. ده كده لافايت مول وقصاد جنب منه بيراميدز مول الاثنين مع بعض على المحور الرئيسي. انا شايف من بعيد هنا في بعض المولات بدأت تشتغل وبدأت الارتفاعات تظهر في الصورة كده، وان شاء الله تعالى في اقرب فرصة هننزل نصور في منطقة الداون تاون. طبعا منطقة الداون تاون هي بتتوسط المسافة بين محور بزاد الشمالي من جهة الجنوب ومنطقة الحي المالي من جهة الشمال. كده على ايدينا الشمال هنلف وهنرجع تاني لان الطريق مقفول. فعلى ايدينا الشمال ده فندق الماسة اول حاجة اشتغلت في العاصمة الادارية الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين كده المنظر كويس جدا والمنظر جميل، وطبعا الاشجار كل يوم ارتفاعها بيزيد وبيزداد المنظر جمالا يوم عن يوم.
ده كده فندق الماسا زي ما حضراتكم شايفين، بوابات بتاعته الرئيسية على محور الماسا اللي احنا ماشيين عليه، هو مساحته كبيرة جدا، وفي ظهره على طول المحطة الرئيسية، المحطة الخاصة بالقطار الكهربائي والمونوريل، المحطتين هيكونوا موجودين خلف الفندق مباشرة. محطة تبادلية بيتبادل فيها القطار الكهربائي اللي جاي من محطة عدل منصور، زي ما حضراتكم شايفين هنا بيتقاطعوا مع بعض. هيكون على ايدينا الشمال في المنطقة اللي على ايدينا الشمال هيكون فندق المحطة الخاصة بالقطار الكهربائي والمحطة الخاصة بالمونوريل. كده المسار بتاع المونوريل، وفوقنا على طول المسار بتاع القطار الكهربائي. هنحاول ان احنا نصور دلوقتي المحطة الخاصة بالقطار الكهربائي اللي هي اشتغلت حاليا، هي حاليا شغالة دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هي بدأت تظهر في الصورة من هنا، دي محطة الفنون والثقافة، دي كده محطة الفنون والثقافة قدام حضراتكم في الصورة، دي في ظهر منطقة الفنون والثقافة، مدينة الفنون والثقافة، دي محطة الفنون والثقافة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. طبعا هنا على ايدينا الشمال برضو هتكون منطقة مولات إدارية وتجارية في المكان ده كده، وهنا هيئة البريد، المبنى بتاع الخاص بهيئة البريد برضو بدأ الشكل النهائي يظهر كده، والدنيا بدأت تظهر وتظبط نفسها في المكان، كل يوم في حاجة جديدة بتظهر، شغل جديد بيظهر. ممكن الناس تحس ان وتيرة الشغل ضعيفة، لكن على فكرة الشغل هنا وتيرته متسارعة طبعا، بس العاصمة المرحلة الاولى فيها 40,000 فدان يا جماعة، فمساحة كبيرة جدا يعني، الناس عشان ما تقولش ما فيش شغل او الدنيا واقفة، لا الدنيا شغالة والله كويس جدا، بس طبعا المساحة كبيرة جدا. احنا كنا بنتمنى ان المرحلة الاولى من العاصمة يتم افتتاحها الحي الحكومي ومسجد مصر الكبير ابتداء يعني يوم 6 اكتوبر، بس واضح ان هم مش هيفتتحوها برضه في 6 اكتوبر، فلحد دلوقتي الافتتاح الرسمي للمرحله الاولى من العاصمه ما حدش يعرفه بصراحه، علشان ما نفتيش في حاجه ما عندناش بيها علم. ده كده مسجد، ده كده بنك مصر، وده بنك القاهره قدام حضراتكم، بنك القاهره من اجمل بصراحه التصميمات الموجوده للبنوك الموجوده في منطقه البنوك. وبعد منه على طول هنا منطقه مولات، لو دخلنا يسار من هنا كده نروح على منطقة الوزارات ومنطقة مسجد مصر الكبير اللي بدأ يظهر في الصورة. لو دخلنا من المسار ده كده هيكون على ايدينا اليمين منطقة الداون تاون، وعلى ايدينا الشمال منطقة الحي المالي، وبعد منه الحي الحكومي. ده كده منطقة الداون تاون بالتحديد، وده المسار الخاص بالقطار الكهربائي، المرحلة التانية اللي جاية من محطة الفنون والثقافة ورايحة عند المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مول لافايت مول، علشان الناس اللي كانت بتسألنا عن المكان زي ما حضراتكم شايفين، وهم دلوقتي عملوا 2 بيزمنت و4 ادوار متكررة، وفاضل بس الدور الاخير بيصبوا الخرسانات العمدان بتاعته، وبعد منه على طول زي ما حضراتكم شايفين في الصورة ده بيراميدز مول، علشان برضو الناس اللي بتسألنا عن المكان. في ظهرهم على طول في اكتر من مول بدأ يظهروا في الصورة كده برضو، وان شاء الله هنخش المكان ده قريب خالص وهنصور فيه اكتر من مرة علشان الناس اللي بتسألنا عن منطقة الداون تاون. طبعا منطقة الابراج السياحية برضو اللي شغال فيها على قدم وساق برضو، ده كده مول تاني جوه هوت بدأ يظهر، الارتفاعات بتاعته ارتفاع كويس جدا، في انا شايف في حركة كبيرة جدا جوه المنطقة في منطقة الداون تاون، يعني في شركات كتيرة جدا شغالة دلوقتي حفر ورمي اساسات، خلاص يعني الموضوع الرخص اللي كانوا بيتكلموا عليها انتهت خلاص، ان الدنيا بدأت تشتغل، يعني انا شايف فيه اكتر من بامب جوه كده والدنيا شغالة، وان شاء الله هنبقى نصور جوه بإذن الله تعالى في أقرب فرصة. دي كانت جولة سريعة كده في من على محور الماسا، لو انت جاي من مدينة بدر وماشي على المحور اللي احنا ماشيين عليه ده كده، لو كملنا على طول هيبقى على ايدينا الشمال كومباوند سيليا طلعت مصطفى والكاتدرائية، وبعد كده منطقة المستثمرين والار 7 على نفس الاتجاه اللي احنا ماشيين عليه ده. هنكتفي كده بجولتنا النهاردة، وان شاء الله تعالى بكرة بإذن الله تعالى هنكون موجودين في كومباوند سيليا، في حد